بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن سليمان بن سليم قال: قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه: لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له، يعني بعد شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: وما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقال له أصحابه وأهله: يا رسول الله، أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ قال: إن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا كان في من قبلكم رغسه الله تبارك وتعالى مالا وولدا حتى ذهب عصره وجاء عصره، فلما حضرته الوفاة قال: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فهل أنتم مطيعي؟ قالوا: نعم. قال: انظروا، فإذا أنا مت أن تحرقوني حتى تدعوني فحما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففعلوا والله ذلك. قال: ثم هرسوني بالمهراس يومئ بيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففعلوا والله ذلك. قال: ثم ذروني في البحر في يوم ريح لعلي أضل الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففعلوا والله ذلك، فإذا هو في قبضة الله تبارك وتعالى. فقال: يا ابن آدم، ما حملك على ما صنعت؟ قال: أي ربي، مخافتك. قال: فتلافاه الله تبارك وتعالى بها. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، يذكرها الشيخ البنا مرتب المسند في كتاب الترغيب في صالح الأعمال، باب ما جاء في الخوف من الله عز وجل. الخوف من الله سبحانه، إذا اجتمع الخوف من الله في قلب المؤمن مع الحب لله سبحانه والرجاء فيه، هذا إذا اجتمع في قلب العبد يكون له الأمان يوم القيامة. الخوف من الله عز وجل يمنع العبد من المعصية، والرجاء في الله سبحانه يجعل العبد يقرب من ربه سبحانه ويتقرب إليه ولا ييأس من رحمته سبحانه، فإذا أذنب تاب واستغفر ربه سبحانه وأقبل على العمل لله سبحانه. فالخوف والحب والرجاء لله سبحانه تبارك وتعالى يجعل العبد يتقرب إلى الله سبحانه ويمشي في خطى صحيحة إلى جنة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فمما جاء في الباب من أحاديث حديث لسليمان ابن سليم قال: قال المقداد بن الأسود، المقداد صحابي فاضل وكان يلقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المقداد: لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له، يعني بعد شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. مقداد بيقول أنه لا يمدح في حد ولا يقدح في حد حتى يرى أنه كيف يختم لهذا الإنسان، هل يختم له بخاتمة السعادة فيموت وهو على أعمال صالحة، ولا ينقلب على عقبيه فيموت على ذلك. فيقول: مش هنشهد لحد بحاجة، يعني مش هقول فلان رجل كويس، فلان رجل مؤمن، فلان رجل فاجر، فلان كذا، مش هنقول لحد لا بخير ولا بشر حتى أنظر بما يختم لهذا الإنسان. ليه قال ذلك؟ قال: بعد شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. سألوا: وما سمعت؟
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غلية. لما القدر يغلي الحلة المحطوطة على النار فيها شربة وفيها لحمة، لما تغلي الحلة باللي فيها تقوم اللحمة تتقلب تفور فيها تفور فيها. يقول كذلك قلب الإنسان بيفور عليه بيغلي ويتقلب قلب الإنسان، شوية يكون على خير شوية يكون على شر، بينقلب قلب الإنسان. فهنا الإنسان قد تراه وهو على عمل صالح ثم ينقلب فيكون على عمل طالح، قد يكون العكس ترى الإنسان شريرا فاسقا فاجرا وفجأة انقلب وانصلح حاله ومات على ذلك. لذلك الجزم لإنسان بأن فلان ده إنسان مؤمن في الجنة فلان ده إنسان فاجر في النار، هنا لا تقدر أن تجزم بذلك. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه عمل أهل الجنة فيدخلها. يبقى هنا الإنسان ما نقدرش نجزم على أي إنسان إن هذا في الجنة أو هذا في النار، زي ما كثير من الناس تلاقي لما يمدح أنت هتدخل الجنة أنت ربنا هيدخلك الجنة، أي يدرك ربنا يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ هذا أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ليس لك أن تشهد لذلك. ولكن إذا قلت عن إنسان فقول أحسبه صالحا، أحسبه على خير، أظنه على خير، يبقى هنا إنك تحسب إنك تظن، يبقى هنا ترجو له الخير. أما الجزم لا، مش بتاعتك الجزم، هذا ليس لنا، لأنه هذا بيد الله وحده سبحانه، والعلم عند الله أن هذا يظل على صلاحه حتى يتوفاه الله سبحانه، ولا إنه ينقلب حال هذا الإنسان. ده يجعل الإنسان في الدنيا خائفا من الله سبحانه، الخوف من الله، وهذا مطلوب في الدين، إن العبد يبقى خايف على نفسه. ما فيش حد يأمن على نفسه، ليأمن على نفسه هذا مغرور، يقول لا أنا خلاص نجيت، يبقى هنا هذا نجا، من أدراه بأنه نجا ولا لم ينجو. يبقى الإنسان في الدنيا يسير وهو خائف من الله، ألا ربنا يقلبني، ألا ربنا يصرفني، ألا ربنا يفعل في كذا، يخاف من الله. الخوف يجمع على الإنسان قلبه، يجتمع له قلبه في خوفه من الله، يبقى خائف من الله سبحانه فيحرص على العمل الصالح، يبقى يتقرب إلى الله ويكثر من ذكر الله ويكثر من الاستغفار. هذا الخوف في قلب العبد. الرجاء في قلب العبد يمنعه من اليأس. وهنا الخوف لو كان وحده وفي النهاية ييأس العبد، خايف ييأس، ولكن خوف مع رجاء يرجو رحمة رب العالمين سبحانه. فإذا رجى رحمة الله يقوم يقول الله وربنا يتعظمه ذنب، ربنا يغفر لي، اللي خلاه يغفر لي اللي قتل 99 نفس مش هيغفر لي، والله ربنا غفور رحيم يغفر ويرحم ويتوب. يبقى العبد يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة رب العالمين سبحانه، فالله يتقبل ويعفو سبحانه وتبارك وتعالى. يقول هنا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابن آدم أشد انقلابا، أشد انقلاب من القدر إذا اجتمعت غلية. وفي حديث أنس بن مالك يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى إذا علمت أن القلب يتقلب ويفور على العبد ويغلي على العبد ويتقلب كما يتقلب القدر، يبقى هنا قل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا دعاءه عليه الصلاة والسلام، يا مقلب القلوب، يعني يا من تقلب القلوب. الذي يقلب القلب ويعدل القلب هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي يصرفه إلى طريق الخير ويصرفه عن طريق الخير الله سبحانه وتبارك وتعالى. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يبقى العبد بين فضل الله وعدل الله سبحانه وتبارك وتعالى، مش هيضل أحدا من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى ويكون هذا مستحقا للهداية مثلا، لا، الله حكم عدل سبحانه، يضل من يضله سبحانه بعدله لأن هذا يستحق ذلك، ويهدي من يهديه سبحانه بفضله تكرما منه سبحانه وتفضلا ورحمة منه سبحانه وتبارك وتعالى. فيبقى العبد يدعو ربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول يا مقلب القلوب
ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طالما ان القلب بيتقلب يبقى يحتاج الى من يثبته. من يثبته؟ الذي يقدر على ذلك الله وحده لا شريك له. ولذلك في الحديث الآخر: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. فالعبد يدعو ربه ويكثر من ذلك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده في حديث أنس. في حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. صائب تصريف القلوب أن يسلك بها سبلا، يصرفها كيف يشاء، يجعلها تسير في طريق الخير، تسير في طريق الشر، تسير في طريق الهدى، تسير في طريق الضلالة. يبقى يا من تصرف القلب وتسلك به المسالك، أسلك بقلوبنا إلى طريقك وإلى رحمتك، وأسلك بنا طريق الهدى. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. في حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له أصحابه وأهله: يا رسول الله، أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ يعني طبعا كونه يقول أمام الصحابة ثبت قلبي على دينك، إذا كان هو يقول ذلك وهم من باب أولى. فلذلك سألوه: أنت خايف علينا تقول ذلك حتى نقول مثلك؟ أتخشى علينا وقد آمنا بك وصدقنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها. إن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها. طالما أن القلب اسم قلب، من القلب ينقلب القلب على صاحبه. طالما القلوب تتقلب فتحتاج إلى من يثبتها، والذي يقدر على ذلك خالقها وحده لا شريك له. من الأحاديث حديث لحكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري يذكر عن أبيه وهو معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا كان في من قبلكم رغسه الله تبارك وتعالى مالا وولدا. رغسه يعني أعطى له ونمى له ذلك وبارك له فيه. يبقى أعطاه المال وأعطاه الولد. وربنا يذكر لنا في كتابه سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا رغسه الله، اداله ما شاء من الأولاد وأعطاه ما شاء من الأموال. يقول: حتى ذهب عصره وداء عصره. هذا الرجل في عصر شبابه وعصر قوته وعصر قدرته ما كانش بيعمل خيرا قط، يدوبك أنه يعرف التوحيد وما يعرفش حاجة تانية، لم يعمل خيرا قط. لغاية ما ذهب سكرة الشباب وداءت فكرة الموت، حضر على باله إن ذهب عصر وداء عصر حمود دلوقتي حعمل، إن أنا ما عملتش خير قط، لم يعمل خيرا قط. يقول: فلما حضرته الوفاة قال: أي بني، أي ينادي أبناءه، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فهل أنتم مطيعين؟ هتسمعوا كلامي لما أطلب منكم شيئا؟ قالوا: نعم. قال: انظروا إذا أنا مت أن تحرقوني حتى تدعوني فحما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففعلوا والله ذلك. الرجل شدد عليهم وأخذ عليهم أيمانا مغلظة على ذلك، وهددهم بالحرمان من ثروته. يا إما تعملوا كده يا إما محرومين من الثروة بتاعتي، ما تاخدوش منها حاجة. إيه اللي طلبوا من أبنائه؟ إنه إذا مات يحرقونه. قال: ففعلوا والله ذلك. ثم هرسوني بالمهراس، اطحنوني بالطاحون الحجر الضخم، هاتوه على الفحم بعد ما أصير فحمة، اهرسوني بالمهراس اجعلوني ترابا ناعما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففعلوا والله ذلك. قال: ثم ذروني في البحر في يوم ريح أو في يوم راح. يعني تيجوا في يوم يكون شديدا رياحه، وبعدين اذروني في البحر، انشروني في البحر، فجعلوا الرياح تذهب بي في كل مكان. يقول: ففعلوا ذلك. قال الرجل: قال ذلك ليه؟ قال: لعلي أضل الله تبارك وتعالى، لعلي أضل الله تبارك وتعالى. الذي قاله العبد والذي طلب أن يفعلوه كان استحضار عظمة الله سبحانه تبارك وتعالى.
أنه ذهب شبابه وذهبت أيامه وحضرته الوفاة وحضره الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا الخوف جعل العبد يقول ذلك، وشدة الرعب من لقاء الله، يبقى هنا تجدد في قلبه إيمان الآن، تجدد في قلبه إيمان، ولكن وصل إلى خوف عظيم جعله يندهش ويتحير ولا يقدر على فهم ما يقول، بيخرف في الكلام زي العبد اللي من شدة فرحه ضلت راحلته عليها طعامه وشرابه، وهو في صحراء وضع يده تحت رأسه لعله يموت، ضاع منه كل شيء وهو في الصحراء، فاستيقظ وعنده راحلته اندهش وتعجب وتحير، ذهب عنه تفكيره وعقله، فقال يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من شدة فرحه أخطأ من شدة الفرح، بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك أخطأ وقلب ما يقول. فكأن هذا الإنسان من شدة خوفه من الله ورعبه واندهاشه وتحيره غاب عنه فخرف في الكلام، فقال لعلي أضل الله، أضل الله بمعنى أتوه أفوته، أهرب بهذه الصورة أنه ما يجبنيش في هذا المكان، فقال لعلي أضل الله أي أخفى عن الله سبحانه وتبارك وتعالى وأخفي عنه نفسي. قال ففعلوا والله، النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أنهم فعلوا ذلك، فإذا هو في قبضة الله سبحانه وتبارك وتعالى، هو ظن أنه هو ممكن يهرب بهذه الصورة، فإذا هو في قبضة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمر البحر فجمع ما فيه، أمر الأرض فجمعت ما فيه، واستوى الرجل بين يدي الله عز وجل، هذا يوم القيامة يكون هذا الأمر. قال فقال يا ابن آدم ما حملك على ما صنعت، إيه اللي خلاك تعمل هذا الشيء؟ يا ترى هنا هذا العبد كان كافرا بالله سبحانه؟ لا، مستحيل. الكافر بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يبقى الرجل كان موحدا، كان على إيمان، لما قال هذه كلمة كفر التي قالها، لعلي أضل الله، أنا نهرب من ربنا، ما لا يمكن ما يعرفش يجيبني، كونه يقول هذا الشيء كأنه عذره الله سبحانه تبارك وتعالى، مع شدة خوف العبد ورعبه خرف في الكلام، فكأن الله عذره في ذلك سبحانه تبارك وتعالى. فقال الله له يا ابن آدم ما حملك على ما صنعت؟ قال أي ربي مخافتك اللي جعلني أفعل ذلك شدة الخوف منك. قال فتلافاه الله تبارك وتعالى بها، فتلافاه أي أدركه برحمته سبحانه تبارك وتعالى وغفر له. لن يغفر إلا لإنسان مؤمن، هذا عبد فعل سيئات كثيرة، فعند الوفاة حضره الخوف من الله، فكأن شدة الخوف من الله جعلت العبد يقول ما قال ويأمر بما قال، ولكن الله سبحانه أدركه برحمته لخوفه وتوبته، لخوفه من الله سبحانه تبارك وتعالى قال ذلك، فنفعه خوفه عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. لكن لو أن إنسانا اعتقد حقيقة أن الله يفوته عبد من العباد، هذا كافر، هذا كافر، هذا مكذب بصفة من صفات رب العالمين وهي القدرة على كل شيء، الله على كل شيء قدير، ولكن العبد هنا لم ينكر قدرة الله سبحانه، ولكن تحير واندهش عقله فقال كما قال الآخر: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فقال فتلافاه الله أي تداركه برحمته سبحانه تبارك وتعالى، وفي رواية أخرى فجمعه الله وقال له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك. قال فغفر له، فغفر له. هذا من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى على العبد الذي يخاف من الله سبحانه، فالخوف يدفع لطاعة الله، الخوف يمنع من المعصية، الخوف يجعل العبد يعود إلى ربه تائبا. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى المسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.